يقول السائل: هل صحيح من يقول أن المشركين في الجاهلية كانوا مشركين في أنواع التوحيد الثلاث، حيث أن التطير والتنجيم شرك في الربوبية لأنها اعتقاد في أشياء خاصة بالله، أما كونهم مقرون بتوحيد الربوبية فهذا إجمالا؟ يا إخوان، لا تلبسون على الناس بهذه الأمور، واللي أشغلكم بهالأمور ما هو؟ هذه فتنة. من أشرك في توحيد الألوهية فقد أشرك في توحيد الربوبية بلا شك، يلزم من الإشراك في الألوهية الإشراك في الربوبية، هذا بلا شك. فالمدار على توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية هذا موجود في الفطر، مركوز في الفطر، لا أحد ينكره. ولكن من أشرك في العبودية والألوهية فقد لا أشرك في الربوبية. نعم، ولذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى توحيد الألوهية، لأنه هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب الذي أمر الله الناس به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمرهم بالعبادة، وأن اعبدوني أمر بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الرسل يقولون لقومهم: يا قوم اعبدوا الله. الدعوة إلى توحيد الألوهية، ويدخل فيه توحيد الربوبية. من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بالربوبية من باب أولى. نعم.